عليكم، تمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم غراتان ديال سباغيتي كيجي رائع بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا. في الفيديو اللي قبل كنت قدمت لكم صلصة الطماطم اللي غادي نحتاجوها طبعا في هذه الوصفة هذه. كنتمنى اللي باقي ما شافش الفيديو يمشي يشوفه، غادي نخليه لكم في الاسفل اولا في الكومونتير. بالنسبة لهذا الغراتان هذا يمكننا نحضروه في الغداء اولا العشاء كيف ما بغيتو، واللي عزيز عليه لي سباغيتي اكيد انه غادي يحمق على هذا الوصفه سواء كان كبير او صغير. فتفضلوا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نوجدوا سباغيتي، غادي نديروا الماء في واحد الطنجره حتى غادي يغلى، غادي نديروا قطرات من زيت الزيتون، ورقه الغار، والقليل من الملح. غادي نديروا لي سباغيتي ديالنا يتسلقوا. كاين اللي كيبغي يديرهم طوالين، كاين اللي كيبغي يقسمهم على جوج، فانا كنقسمهم على جوج. غادي نبقى كنحركهم مزيان. علاش قلت غادي ندير معكم لي سباغيتي؟ باش غادي نقول لكم حتى الطريقه الا بغيتو تحتفظوا بها في الثلاجه بالنسبه للسيدات العاملات. بطبيعه الحال دائما كنبقاو كنحركو 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 باش هذوك لي سباغيتي ما كيلصقوناش مع بعضهم. منين كيرجعوا لنا الدينتي يعني ماشي قاصحين بزاف وماشي مهريين، كنديروهم في واحد الشبك وكنسقطرو كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي نديروهم دابا تحت ماء بارد، ضروري هذه المساله باش ما يتعجنوا لكمش لي سباغيتي. صافي كنديروهم في الشبك كيسقطرو من ديك الماء، كنديروا عليهم زيت الزيتون، وهكذا نقدروا نديروهم حتى اسبوع في واحد العلبه في الثلاجه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت وخصهم يلقاو لي بات واجدين يديروا لهم غير لاصوص ويتناولوهم، يمكن لكم ديروا هذه المساله بالنسبه لاي نوع من لي بات، يعني اما هادو او وحدين اخرين. هكذا كل وحده كتبقى مفرقه على اختها وكنقدروا نحتفظوا بهم الوقت اللي بغينا، ماشي ضروري نصوبوهم داك الساعه وناكلوهم داك الساعه. غادي نديروا في واحد المقيله واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون تقريبا، غنديروا واحد البصله محكوكه اولا مشنفه، غادي نبقاو كندوزو ديك البصل في زيت الزيتون حتى كتنزل او كتذبل. كنضيفو نصف كيلو ديال اللحم المفروم، كنبقاو كنحركو مزيان، ثم كنضيفو التوابل. كنديرو واحد معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره او بابريكا، نص معلقه صغيره ديال زنجبيل او سكينجبير، الملح والقليل من الابزار. كنخلطوا هذا اللحم المفروم جيدا حتى كيتفرتت لينا. ممكن انكم ديروا لحم المفروم ديال الدجاج او ديال الديك الرومي، لكم الاختيار. كنضيفوا الربيع وكنحركوا مره اخرى. ملي كتقرب طيب لينا البصله عفوا اللحم المفروم، كنضيفوا ديك الساعه صلصة الطماطم العجيبة اللي سبق لي حضرت معكم في الفيديو السابق. كنتمنى اللي باقي ما شافهاش يمشي يشوفها. غادي نخليها لكم في التعليقات او في صندوق الوصف او الفوق. كنديروا منها تقريبا واحد ثلاثة ديال الكيسان، درت جوج في الاول وغادي نزيد ثالث في الاخير. بالنسبه لهاد الصلصه رائعه البنات، رائعه جدا. كيف ما قلت لكم صالحه يعني المعجنات المملحات والبيتزا ديالكم كتجي خطيره جدا. صافي كنخلطو مزيان وكنحيدو هاد الكفته ديالنا من على النار، كنخليوها حتى هي جانبا، وكنوجدو لا بيشاميل. فواحد الكاسرول غادي نديرو معلقه كبيره مملوءه ديال الزبده، غادي نخليوها على نار متوسطه حتى غادي تذوب. ثم غادي نضيفو واحد جوج ديال المعالق كبارين ديال الدقيق الابيض، المعالق يكونوا مملوئين طبعا. غادي نبقاو كنخلطوا مزيان، ثم غادي نضيفوا نصف لتر من الحليب. كاين اللي كيبغي يدفي الحليب قبل ما يديروا يعني على الزبده، وكاين اللي كيديروا غير هكاك. انا صراحه كنديروا غير هكاك، ولكن كنبقى كنحرك 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 مزيان بلا ما كنتوقف باش ما كنحصلش نهائيا على داك الحبيبات عندي في لابيشاميل ديالي. وفي حالة ما السيدة كانت مبتدئة وحصلت على ريبات ديال الدقيق، فكدير ديك المطحنة الكهربائية اليدوية يعني لو ميكسور بلونجون، وهكذا لا بيشاميل ديالها كتكون رائعة وما فيها حتى شي حاجة. كنديرو الملح والإبزار، ثم كنديرو واحد القبصة ديال البوزة اختيارية أو جوزة الطيب،
ثم كنديروا واحد 4 معالق ديال الزعفر، حتى هو اختياريه، ممكن ديروا ازير، ممكن ديروا اي اعشاب منسمه نتوما كتحبوا. صافي حتى كتعقد لينا بشاميل بحال اللي كتشاهدوا، كنحيدوها من فوق النار وكنضيفوا لها القليل من الجبن المبشور اختياري، انا درت شويه وغادي نخلي شويه حتى الاخير، اللي ما بغاش يديروا فهو حر ما يديروش نهائيا، ما كاين حتى شي مشكل. غادي نخلطو مزيان وغادي نخليوهم جانبا وغادي نمشيو للمرحله الاخيره، غادي نحيدو لي سباغيتي نديروهم فواحد الطنجره ولا فواحد الاناء. كما لاحظتي وان سباغيتي وجدتها في الاول وخليتها شحال وانا مخليها في المطبخ، يعني ما بقى لها حتى شي حاجه، كل شيء الحبات مفرقين على بعضهم. غادي نضيفو صلصة طماطم مع الكفته وكل شيء، وغادي نحاولو نخلطو داك سباغيتي مع الصلصة مزيان حتى غادي ندمجو لنا مع بعضهم. ملي كيندمجو لنا مع بعضهم كنديروهم في واحد المول اللي مدهون بالزيت، المول الكبير طبعا. انا كنت كنصور وفجأة لقيت ان الكاميرا مطفية، صافي دونك درت سباغيتي هي الاولى، درت فوقها صلصة البيشاميل، مسحت الجوانب مزيان بواحد المنديل او بالورق، درت شويه ديال الجبن اللي كان بقالي على الوجه، مساله اختياريه ممكن ديروها ممكن لكم ما ديروش نهائيا الجبن. غادي ندخلوا الكراتان ديالنا الفرن اللي شاعلينه غير من الفوق غير لا غري، باش غير نحمرو داك الوجه، ما عندناش الغرض اننا نطيبوه بل غير نحمروه. صافي وهذا الشكل النهائي، كنتمنى هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تجربوه وتردوا عليا، وشكرا على حسن المتابعه، والى الفيديو القادم ان شاء الله.